ابتدت بقى تهل علينا الاجواء الشتويه، مش قلتي بقى عايزه تندع؟ أيوة ابتدت تندع. ايوه صح، ومطرت امبارح والدنيا قلبت ايه؟ صحيح، في مود شتوي. كان الجو حلو جدا، من الناس اللي كانت مبسوطه امبارح، يمكن الناس اتقسمت امبارح، كانت ناس بتقول ايه الشتا دخل، ايه المطر ده، ايه الميه دي، بس انا كنت من الناس اللي حابه ده جدا، وان شاء الله كده يبقى الشتا قارس جدا، ويبقى تلج كمان ينزل كده لاول مره، ونتكتك، ويعني بص انا مش عايزه اقعد ادعش. بصي موضوع التلج ده احنا كاسكندرانيه متعودين عليه. امبارح طبعا حضراتكم الاسكندرانيه من حضراتكم انتوا عارفين طبعا امبارح كان اليوم يعني عامل ازاي على الصعيد المائي، الدنيا غرقت في اسكندريه. دي لسه كل ده كمان فتح كلام، خلي بالك لسه ما دخلناش يعني. ان شاء الله يكون شتاء سعيد علينا جميعا ان شاء الله يا رب. الشتاء ابتدى يهل علينا، والمشروبات السخنه الحلوه بقى ان شاء الله هتشتغل. ايه بقى تستهلكيها بايه؟ ده ليمون سخن بس تشربوه من غير سكر، لان لو شربتوه بسكر يبقى مالهاش لازمه يعني. انا بقى بتكلم على سحلب، بتكلم على حمص الشام الشهيره بالحلبسه، الحاجات الشتويه الحلوه. بس حاجات برده شتويه بتتخن، لو حد عايز ينبسط يعيش الاجواء الشتويه من غير ما يتخن، في بقى ليمون سخن، ممكن شاي اخضر طبعا من غير سكر، الحاجات دي كلها مفيده. كمان النسكافيه برده من غير سكر كده، اي حاجه من غير سكر. ليه اهملنا الكلام على ابو فروه؟ ليه ما ذكرناش ابو فروه كقاسم مشترك؟ رجعتني واحنا صغيرين، كانت اهالينا بيعملوها في البيت. ده كله جاي، كله جاي ان شاء الله. قلنا لسه شكلك طبعا عندك حاجه، طالما في ضحكه كده يبقى في حاجه. بص انا دايما بحب كده في الفاصل بعد الحلقه نشوف ردود الافعال، ايه اللي بيتباعت على تويتر او على الصفحه بتاعتنا. حد كان باعت لنا انا وانت، اسمه سعيد المنوفي، باعت لي على تويتر يعني، بيقول لي يا استاذ انا ما بحبش الشتاء علشان بيفكرني بخطيبتي السابقه. طب ايه علاقه الشتاء يعني انا مش عارفه الربط، ليه دايما الناس تقول ان الشتاء او الجو البارد اللي فيه يعني امطار وحاجات بتخلي المشاعر مثلا يعني ايه العلاقه دي حقيقه؟ لا ازاي ده حقيقه لحد كبير؟ طب ايه حاجه علميه؟ طب مش يعني معلقه علميه طبعا ما اقدرش افتي، بس يعني اجتماعيا وعبر التاريخ ياما قصص حب ابتدت وياما قصص حب انتهت تحت زخات المطر زي ما بيقول. انا بقيت بشع عواطفي حضرتك، فهو بيقول لنا الحلقه بقت يعني كلها مشاعر يا اخوانا. قول لنا ان هو ما بيحبش يعني الشتاء عشان بيفكروا بخطيبته السابقه. مش فيروز قالتها كده في واحده من الاغنيات؟ كانت اني اغنيه اللي هو تحت الشتي تركوا بعض ونفس الشتي حاجه كده، بس كلماتها راحت مني. المهم نرجع بقى، سيبك انت، ما اسهل ان الواحد ينكشك في اي موضوع يخص الستات والله العظيم يعني بمنتهى البساطه، والواحد سايب ايده كده بس يبقى الايشو او التوبيك اللي بنتكلم فيه ليه علاقه بالنساء، سواء بقى في ممارسه رياضه، في تشجيع، ايا كان الموضوع، اي حاجه، اي موضوع نسوي سهل جدا ان الواحد ينكشك. انا بستمتع جدا بالتفسير. عرفت انت مفتاحي خلاص. ماشي يا كريم. مش احنا جبنا لك كابتن عيسى مع التليفون؟ ايوه. خلينا نطلع فاصل بقى ماشي. ونرجع بعديها بس انا همشي بقى. مش ايه اوكي هنرجع صح. تاني؟ لا انا تخيلت ان احنا فاصل وراجعين لنفس الفقره بالزبط. طيب لا. اوكي احنا خلاص انا هروح، لان الفقره اللي جايه هيكون معانا ضيفين، وكريم ان شاء الله هيكون مع حضراتكم، دي هتكون اخر فقره النهارده. انا هشوفكم بقى بكره، وكريم هيكمل معاكم بعد الفاصل.